هاي مشاهدينا، لما نحكي سوبارو عم نحكي مستوى كتير عالي بالسيفتي، عم نحكي مستوى عالي بالشكل وكمان بالبرفورمانس. أعرف أكثر بسرنا مرة جديدة نرحب ببطل الراليات الكبير وكمان صاحب الخبرة الكبيرة بعالم السيارات عبدو بغالي. هاي عبدو، اليوم حلقة كتير سبيشل لك، رح نحكي فيها in details عن الـ WRX STI سوبارو 2015. كرمال هيك يعني أكيد هلأ المشاهدين رح ينطروها يعرفوا أكثر عن السيارة. وكمان تيد، هاي تيد مراد، انت من اوتو ستارز وكلاء سوبارو بلبنان، وكمان يعني السياره ما فينا نحكي عنها لانه عن جد قد ما نحكي بدها يمكن مش حلقه واحده، سبع حلقات على اسبوع كامل باوتو فوكس تنعطيها حقها. شو بنحكي بدايه عن هيك بشكل عام عن النيو اس تي اي؟ اول شيء بدنا نحكي انه هيدي نيو اس تي اي، هيدي الموديل 2015. عم نشوف الاجريسيف لوك تبعها، الليد لايتس، الجنوطة الـ 18، لونها الحلو الـ WR Blue. بس ما كتير بدنا نحكي عن الشكل، يعني بنفضل نحكي عن الـ Performance أكثر. Performance. هلأ بدنا نحكي إنه هيدي السيارة بوكسر إنجن 2.5 تيربو 305 أحصنة، وكمان سيمتريكال أول ويل درايف. هيدي الكومبينيشن ما في منها غير عند سوبارو. هيدي الكومبينيشن بتعطينا ثبات على الطريق، بتعطينا الكونفيدنس بالسياره، يعني بس سوق انت كل يوم على الطريق عندك ثقه بالسياره. 100% عندك ثقه بالسياره. بدنا نحكي كمان شوي عن الدي سي سي دي تبعها. فيها دي سي سي دي، يعني بتتحكم انت بالديفرنشال، اذا بدك شوي اكثر لورا تتفوت كواع، بدك شوي اكثر لقدام، انت حسب المود تبعك كيف بتسوق السياره. بتجي كمان 6 سبيد مانيوال، بس مانيوال عنا اياها، وفيها اس اي درايف. اس اي درايف هيدي هلا بنشوفها من جوا من الداخل اكثر، هي انت بتتحكم بالسواقه، اذا بدك فول باور مش فول باور، توفر بنزين اكثر. انت بتتحكم كيف تسوقها للسياره. عبدو سيارتك هيدي سوبارو، انا من سنه 2002 دائما عندي سوبارو معروفه. الشيء اللي خلاني اقتنع اكثر بهالموديل هيدا وعن جد اطلب وحده لإلي، اول شيء اللوك تبعها من برا اجمل اس تي انا بالنسبه لي شايفها. تاني شغله البود ديركسيون تبعها او ستيرنج راك صار يجي كثير سريع، اسرع ستيرنج راك بتاريخ سوبارو فيك تلاقي فيها. بلس انه السياره فيها لاول مره سسبنشن، عم نحكي مش بس كومفورت سيف، فيها ستابيليتي مخيفه. نعملها تيست درايفات على تراكس بامريكا او غيرها، كل الصحفيه كل الناس اللي سوقوا هالسياره عرفوا انه هيدي اثبت سوبارو اس تي اي سوقوها. بفضل اكيد عندنا كمان ما ننسى موتورها 2.5 فيري توركي انجن، ما بتلاقي مثله ولا باي كومبيتيتور، يعني ما في كومبيتيتور بعد بقى بالسوق قريب على السوبارو اللي هو فور ويل درايف. عم نحكي نحن سيمتريكال فور ويل درايف مع هيك موتور، مع تيربو، مع بودي فيتاس سيزيان، ومثل ما قلت درايفر كنترول سنتر ديفرنشال دي سي سي دي. هيدا اذا بدك انا بعتبرها هيدا اللعبه تبعي، هيدا مثل كانه بلاي ستيشن بقلب سيارتي انا. انا عم سوق بضلني اقدر اغير فيها حسب التراك او حسب النيتشر على الطريق اللي انا عم سوق فيها. تيتنا فيلينج كثير حلو عن السياره، شكلها الجديد اللي حكى عنه تيت كمان، كيف لقيته؟ كثير اجريسيف. انا هذا اللي بقوله قبل، طبعا دائما عودتنا سوبارو على اشكال السيارات الحلوين كثير، بس بالطبع هيدي السياره انا بالنسبه لي البوزه للسياره او الفرونت اند تبعها اجمل واكثر لوك اجريسيف عم نحكي فيه. ما ننسى صار فيها اكزانون لايتس عم نحكي كمان، ومثل ما شايفين من ورا الوينج تبعها، هيدا اعلى وينج بيجي على سوبارو وعملوه خصوصي لانه اذا انت عم تسوق بالسياره بدك تقشع بالمرايه الاشخاص اللي وراك حتى ما يسكر لك الرؤيه الخلفيه. بنشوف فيديو سوا تيد وعبده ومعلى عليه اكيد حول الاس تي اي الجديده. بحياتنا ما شفنا سياره بهالكاتيجوري هيدي، ان كان من سوبارو او حتى كومبيتيتورز لها، ما حدا بيعطي 3 سنين وارنتي. يعني هيدي لاول مره عم بتصير انه عندنا 3 سنين سياره عندك وارنتي، شو ما يصير لها الشركه بتكون مسؤوله عنها. هذا كله بيعتبر قد ايه واثقين منها السياره، ميكانيكال تبعها، موتورها، فيتاسها، البريكنج تبعها، ما ننسى البريمبو سيجنتشر اس تي اي كمان عندنا اياهم، والسيرفيس سنتر تبعنا كمان عندنا بروفيشنال ستاف كمان. ما بتعتبروا هم من ناحيه السيرفيس سنتر وكمان من ناحيه السيفتي، لانه هيدي السياره مثلها مثل كل السوبارو اخذه 5 ستارز على الكراش تيست وتوب سيفتي بيكس. سريعا اذا بنلحق بعد نشوفها من الداخل بلمحه، اكيد لازم نستعرض شكلها من جوا لهالاس تي اي الرائعه مع الكربون فايبر اللي داخل كمان بشكل كثير حلو. تيد شو بنحكي اكثر عن فيها كربون فايبر مثل ما عم نشوف على التابلو. هلا عم نشوف الستيرنج ويل، هيدا السبورت ستيرنج ويل عم نشوفه هلا. اول مره الاس تي اي هيك بيجي من تحت الستيرنج ويل هيك مشطوب لنحس نحن شو المفروض نحس يعني بهذه السياره. عندنا بوست جيج كمان فوق، عم نشوف البوست
كمان وهون الفيتاس والدي سي سي دي بس حد نعم. الفيتاس هلا والفرش كمان سبورت سيت كمان تا للفيلينغ سواقه نعم. يعني تتعيشها مضبوطه يعني. عبدو السياره اكيد رياضيه بس من جوا بنحسها انه كمان فيها تكون فاميلي كار يعني اول شيء اربع ابواب وعم تشوفها من الداخل انه كثير مريحه كقعده. انا مجوز وعندي عائله وعندي ولدين سو هيدي السياره تعتبر سياره العائله لإلي انا ونفس الوقت سياره سبورتي كار لإلي انا تطلع سوقها نعم. طبعا مش عم نحكي على الطرقات العامه في عنا حلبات او ايفنتات مثلا بنسوق فيها سو هيدي الكومبينيشن لاثنين. هلا قبل شوي كنت قاعد ورا انا عم شوف الترانك صندوق قد ايه واسع كمان ما بعتقد في سياره بهالكاتيجوري عندها المواصفات اللي عم نحكي عنها نحن دائما حتى ساره شو صار هلا وصلنا على اهم بارت مترو المشاهدين حتى ساره يعني بكل هالمواصفات ما بتلاقي يعني كومبيتيتور لها هيدي السياره ساره 62900 وهذا سعر كثير منيح يعني منافس كثير اكيد بهالمواصفات وبهالتكنيك العاليه مشغوله فيها من حيث المحرك والتيربو الموجود فيها مزبوط تيت شكرا لك اكيد السيرفيس سنتر ذكرته سابقا وشوروم معروفين توجهوا عليهم لتشوفوا السياره عبدو حكيت بطريقه رائعه مثل العاده عن السياره وحسينا قد ايه الفيلينج حلو بالقياده علينا بس لك بس بوعدك مره جايه الانترفيو الثاني بنكون انا وياك بسيارتي انا اللي عم سوقها للاستايل الجديد ديل انا جاهز اوكي مشاهدينا لهون نوصل لختام اوتو فوكس الى اللقاء دائما بالحلقه القادمه على wheelers.me بطريقة سهلة نقي سيارة أو موتو أحلامك قارن مواصفاتها أو سعرها بغيرها wheelers بيساعدك على حجزها وتأمينها بأحسن سعر والحصول على قرض البنك بأوطى فايدة ما قلك إلا wheelers.me